عقد الطلاق كان غيابي. المفروض ان احنا كنا زي اي حد يعني بيتفق على الانفصال مثلا لو كنا اتفقنا. بيبقى في قاعدة مع بعض اتليست او مع الاهل علشان الموضوع يخلص ويتم، والست تعرف حقوقها ايه والراجل يقول قدراته ايه، اللي هو الاتفاق الطبيعي اللي بيحصل ما بين اي اتنين هينفصلوا، زي ما حصل لما جم اتجوزوا. يعني اكيد قعد مع اهلها واتفقوا وفي قبول واتجوزوا في خطوات. الموضوع عندي كان مفاجئ، كان غيابي يعني، ولا اتفقت على حاجه ولا فهمت انا حقوقي ايه، ولا حد قعد مع اهلي، ولا حد اصلا رد على اهلي في اتصالاتهم ومحاولاتهم، فكان غيابي. هو صرح قال ان هو ما اتجوزش من 2009 او صرح بالموضوع ده؟ مش عارفه، يمكن يكون قال مثلا ان هو مطلق من 2009 مثلا مامة الولاد. هو صرح بكده؟ كان في تصريح ان هو ما اتجوزش تاني. طيب ما انا موجوده اهو دلوقتي وفي عقد زواج رسمي وفي عقد طلاق غيابي، فاعتقد ان الحاجات دي مش وهميه، احنا كنا متجوزين على سنه الله ورسوله رسمي. رايك ايه في تصريح الموسيقار هاني فرحات انك بتشوهي صورته؟ لا بصراحه بصي، انا يعني السؤال ده انا مش هقدر افيدك فيه قوي، لان انا اللي بعمله ان انا بطلب حقوقي الشرعيه والقانونيه، فاعتقد ان ده ما فيهوش اي تشويه للسمعه. واللي هيفيدك اكتر في الموضوع ده الاستاذ امير المحامي، هيرد عليكي في كل الحاجات دي. محامية هاني فرحات صرحت انك حصلتي على 150 ألف جنيه مؤخر، فلو تكلمينا على التفاصيل دي، هل فعلا حصلتي على 150 ألف مؤخر؟ انا ما قلتش في اي حاجة ان انا ما اخدتش مؤخري، انا دايما بقول ان انا عندي نفقة المتعة ونفقة العدة دي اللي بطالب بيها، زائد متعلقاتي الشخصية اللي موجودة في بيتنا الموجود في السعودية في الرياض. متعلقاتك الشخصية يعني حاجتك كلها، لبسك، مجوهراتك، بيتك يعني، هو ده دايما انا بتكلم فيه. انا ما صرحتش خالص ان انا ما اخدتش مؤخر الصداق، ولكن مؤخر الصداق برضو انا اخدته بعد معاناه، وبرضو استاذ امير المحامي يقدر يفيدك اكتر لان هو كان موجود في الفتره دي، هو اللي كان بيتعامل معه. شقه السعوديه هي مش تمليك؟ لا مش تمليك، انا ما عنديش من هاني فرحات اي حاجه تمليك، ولا في مصر ولا في السعوديه. هنا كان ايجار في القاهره لحد بيتنا، كان المفروض المهندس رسم رسوماته وبيتجهز وبالتمليك، فاكيد كنا قاعدين في بيت ايجار. وفي السعوديه نفس الموضوع، بيت ايجار لحد ما بيتنا في السعوديه يخلص. يعني فما كانش عندي تجهيزي مع شقه تمليك ومع احنا ما لحقناش نعمل كده يعني. هو الطلاق حصل والبيت الايجار اللي محطوط فيه كل حاجه اختفى بالحاجات اللي فيه خلاص، يعني الحاجه كلها انا ما اخدتهاش. كان في بلان، في خطه يعني، انه اكيد مش هنفضل قاعدين في بيت ايجار، خصوصا ان قاعده ببلد يعني في السعوديه، وهو بقى سعودي فدي بلده، فاكيد مش هنقعد في بيت ايجار. فكانت بس خطوه اولانيه، لان هو لما اخذ الجنسيه اضطر ان هو يفتح شركه ويفتح مطعم، فالضغوط الماليه كانت عليه كتير، فانا حبيت ان انا اقف جنبه وما اضغطوش ببيت تمليك في الاول، فقلت له خلاص خلينا قاعدين في بيت ايجار.